على نغمة هالغنية يلي ضيفتنا اختارتها وبتحبها كتير منقول أهلا وسهلا بكل الناس اللي قرروا يمضوا معنا اليوم رفقة حلوة. اليوم رفقتنا بتشبه لبنان اللي منحبه، اللبناني اللي منشوف حالنا فيه. اسمها أنا كتير معجبة فيه لأنه مرادف للمرة الذكية والحلوة والمرتبة وبنفس الوقت مثقفة. خلتنا نسترجع أنه ما بيمنع أبدا أنه الثقافة تكون زينة النساء وتكون المرة حلوة وبنفس الوقت بتفهم وعندها خلفية ثقافية كتير حلوة. كل هالصفات عم بحكيون عن كارين بستاني. أهلا وسهلا فيكي كارين. أهلا فيك كريمة، مرسي كتير خجلتينا. لا صغيرة ومختصرة، وهذا رأيي بتصور رأيي لملمته من الناس، لأنه اليوم أسماء من التاريخ عم تخدينا معك على البرازيل كل أسبوع، وإلك تاريخ بعالم الثقافة والكتب، وأنت شاعرة ورسامة وبتحب الفن، بتحب البيانو. بس اليوم هالبرنامج بالذات خليني أتأكد أنه فيك تكوني مرتبة وحلوة وف بتسافري وبتروحي وبتفرجينا الثقافة بالعالم. ليه الناس بتنقص بس نقول مسقفة؟ مزبوط. يمكن ريما هيدي الكلمة السقيفة صارت شوي old fashion مثل ما بيقولوا، عالطراز القديم، كأنه السقيفة اليوم هي مش مرادف للحياة اليومية والرفاهية. ويعني أنا بلاقي أنه الإنسان المثقف هو الإنسان المسلح، لأنه بيقدر أكيد يخوض معركة الحياة بكل ثقة. وبدل الحياة هالقد سلاح كبير، مع انه كلمة سلاح مش حلوة، لا حصانة كبيرة قد ما هي لقيمة وقاسية مرات. ما في شك تجي الثقافة بتحضنك، ما في شك بتساعدك، ما في شك. يعني بيفتكروا العالم عويناتك هالسمك ويي، ما بتفكري الا بشي ناشف منه حلو منه طيب، علما انه الثقافة هي بحر شو واضح وشو كبير، شو قد ما تعلمنا كارين بضل ناقصنا. ما في شك. انا بلاقي انه يمكن اليوم احلى شيء ممكن انك تقري كتاب وتتعلمي منه، لانه يمكن بكل كتاب في قصة تشبه قصتي. بعد الناس بتقرأ كارين؟ اكيد لا. هو بالعالم كله كل شيء تغير. دجا نسبة القراءة صارت كتير قليلة، وبلبنان شبه معدومة، خاصة أنه اليوم صار كل شيء على الإنترنت. هلا مش غلط، بس المهم واحد يقرأ. هي فيها لذة تمسكي الورقة، ريحة الورقة. لا صرفت الورقة. بعدني عم بقوله لروني بحب حضر أنا، ومع أنه كل ريسيرش بنعملهم على الإنترنت، بس في لذة تمسكي القلم وتخربشي وتكتبي. تعرفي أنت عم تحكي كارين، ذكرت بمعرض الكتاب الأسبوع الماضي، قلت الخبرية عاتين باي وان جيت وان كتبين لمنصور الرحباني الرائع، اثنيناتهم ب4000 ليرة. يعني صرت فكر قال أنت جايبة قدموه تقدمة للناس هيك ومش عم يشتروا أصلا. ما في كتير إقبال، ما في إقبال على معارض الكتب. شو رأيك بهالخبرية؟ هلا أنا عندي شخصيا أكيد فيني أقول تجربة بالسالون دو ليف فرانكوفوني، المعرض الكتاب الفرانكوفوني اللي غطيتهم على سنوات عديدة، ولما كنت بالام تي في كان في عدد كبير، يمكن عدد كبير نسبة، يعني عم نحكي انه لوفيت، لانه بيعملوا على صعيد عالمي وبيجي كتاب عالميين. ما ننسى انه في نخبة من هالناس الفرانكوفونيين اللي بيتابعوا، بس شوفي قد ايه منهم اشتغلوا كتاب وقد ايه منهم قروا. من تواصلوا واشترى. مزبوط مزبوط. هلا اكيد نحن الكتاب اللبناني من شجع بها. وانا في يقول انه تعرفت على كتاب لبناني بيكتب اللغة الفرنسية او الانجليزية، كان عندهم عن جد غنى عطونا ايه، وحرام انه ما نستفيد منه. كارين بلشنا رفقتنا الحلوة على نرسم علينا الهوى اللي بيسافر، وانت هلأ عم بتنورينا باسماء من التاريخ كلها بالبرازيل مطرح ما في 10 مليون لبناني، ما في شيء، بعضهم بيسمعوا اغاني قلتي لي فيروز ومعلقين بالحنين والدمعة بعينه كثير. معقول؟ ايه معقول، اكثر من هاللبنان اللي عايش هون. يمكن اللبنان اللي عايش هون قرفان تعبان، اللي عايش برا مرتاح، بس عنده هيك حرقة، مصحب قلبه عنده حرقة هيك انه اسمه لبنان. يعني بعضهم بيحبوا لبنان كثير،
ويمكن لهم انجاز انه يجوا على لبنان. وكانوا اكثر شيء انا اذا لاحظت باسماء من التاريخ الحلقه بتبقى اربع يعني اقسام، اخر قسم دائما عن لبنان، بيبقوا اكثر شيء محمسين ومبسوطين. يا ما في ناس دمعوا وناس بكيوا وفي اشياء ما بنفرجيها على السلالة، يعني بيبقى كثير ضعف. شو هاللبنان؟ شو هاللبنان؟ بتحكي على البرازيل وناس اختانوا وعملوا مستقبل وصار معهم مراكز، يعني شو حلو. مثلا عم بسمع حضرتك اول حلقه مع ميشيل تامر، شو هالتواضع، شو هالنفسيه الحلوه. نعم، هيدا نائب رئيس جمهوريه ل 200 مليون نسمه عم تحكي، كان عطيني نص ساعه قعد معي ساعتين ونص. وقت حكيته عن كتابه الشعر، حكي عن الحب، يعني بتحسي إنسان عادي، إنسان طيب، عادي طيب بسيط متواضع بس كبير 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 بيبي. شو صعب يكون تلاقي حدا عنده مركز هالقد وبعد عنده التواضع وتحكي معنا؟ هذا لاحظته بالكل اللبنانية تقريبا اللي يعني تعرفت عليهم خلال بالبرازيل او بامريكا او مش متواضعين. كارين ليش هون اذا وصلنا هلا بعتني مركز شوي اعلى من مركزي خلص ما فيني احكي معك؟ هيدا انا بلاقيه معلي مع كل احترامي لكل العالم، بلاقيه هذا نقص وقت واحد يشوف حاله، هذا نقص وضعف، لانه اليوم كلنا متساويين، يمكن نتعالى باخلاقنا بس مش بغير شيء. وبيحكوك كتير لبنان وبيسألوك كتير عن لبنان وعن اللبنانية. أكيد بيسألوني، أكيد بيسألوني إذا تغير لبنان، إذا لهم فترة ما راحوا. وكانت كتير عندهم فرحة إنه تلفزيون لبنانية عم بتروح دق عبابهم، يعني إنه بعد لبنان سئلين عنه. وأكيد سئلين عنه. أنا إذا لاحظت ما بواب لبناني معروف من اللبنانية، أنا أكثر عم خليكم تكتشفوا لبنانية أول مرة يمكن، أو مرقى بذكرتنا بفكرنا اسمه أو مركزه بس تفاصيل لا. إيه مضبوط، يعني أنا حابة إنه الشعب اللبناني اللي عايش بلبنان يكبر قلبه بهاللبنانية، واللبنانية اللي برا يعرفوا عندهم لبنان. أنا حلمي عم جرب أعمل يمكن عم ساهم مع هالدولة وزارة المغتربين إنه يرجعوا لو رجعوا اشتروا بيت أو لو رجعوا موقف يعني تطليت بيكونوا كتير عم بينفعوا، يعني راح تقولي لهم يا مهاجرين رجعوا هيك شيء إذا بقدر. يلا بنسمع مقطع. يا مهاجرين رجعوا لبنان صوت اسمعوا صوت العتب عالي الوطن غالي. بتعرفي كارين انا عم بسمع صوت وديع الصافي بحس انه هالمغتربين اللي راحوا حتى نحن الناس اللي هون بلبنان اللي حببنا بلبنان وبترعبوا صوت وديع الصافي بتحس انه بس نسمعه مش معقول شو وصلنا صورة لبنان اللي حبيناها. انا ربيت على غنيني الله يرحمه البابا كان يحبه كتير وتعرفت عليه وهذا حصل لي الشرف اني اتعرف عليه بسهرة لوديع الصافي وركبت عليه وقلت له يا استاذ وديع انا ربيت على غنينيك الله يرحمه
البابا كان يضل حتى مش من زمان يعني يمكن من شهر قبل ما يتوفى انبسني بجميني وقال لي الله يرحم تراب يلي ربك. ايه هو كتير بيحموا المربى والأهل. ايه وانا كتير اثر هيدا الشي فيي كتير كتير يعني. وقت توفى بكيت وكتبت له شعر. يا شو قلتي له؟ انا بكتب شعر بالفرنسي بس انه بمعنى انه انت يا ارزي من لبنان يا كبير يا صوتك اللي رح يضل وراك اجيال واجيال وان شاء الله نقدر نربي ولادنا على صوتك وغنيك لأنه أنت مدرس رح نجرب. وهيدي أحلى تحية بتكون لروح وادي الصافي ولروح بياتنا اللي ربونا على أصالة وعلى زمن نظيف والكرامة وعزة النفس وحب الأرض. اليوم عم جرب نربي ولادنا حبوا الأرض. صعبة صعبة هذا الشيء اللي أنت لمستيه عند المغتربين. بعضهم بحبوا الأرض رغم البعض والمسافات. بعضهم بحبوا بتصور يمكن الإنسان اللي من بيبعد بيصير يعرف القيمة. أنا بسافر كتير كان بشغلي أو حتى أنا بنت بحب السفر لإلي السفرة هي ثقافة يعني تتعرفي صح. أنا السفر عندي من أنا صغير ماما تحطنا بهالتيارة وتاخدنا معه وتجيبنا والبابا كان يشتغل بأفريقيا كمان غبيان وقت قليل كمان بأفريقيا. ما بصدق أرجع مع أنه برجع بعد يومين بقولي شو بلش نقل على عجقات السير وعلى الحالة الأمنية بس مثل هيدا البلد ما في. أنا بقولهم ستنسيش وزي يعني هيدا الوطن هيدا منه شقفة أرض عادية منه بلد عادي هيدا نقي الله تيكون رسالة معه حق البابا جان بول دو القديس حبيبي هيدا قديس هو عالمنا حكي قديس بقول لك أكثر من وطن رسالة إنه رسالة يعني وأنا بآمن هيدا الشيء بآمن ولمسته ولازم تحلي كيف يمكن تعرفت على عالم كمان عيش بلبنان عندها كل شيء فيها تسافر فيها تعيش برا بس نقية تبقى بكل لبنان ويمكن تأثيره لأنه بتعتبر أنه هي هون لتعمل شيء. إذا كلنا رحنا ريما لمين منترك البلد؟ أنا بآمن أنه ينبول هيدي نعمة أو نقمة تكون لبنانية بقلن أكيد نعمة أكبر من نقمة لأنه بكل بلدان العالم فيه حرب وفي مشاكل. لو ما كانت حرب ما عم نعيشها. أنا بالبرازيل رح أحكيك إكزامبل. البرازيل أنا مفاجأت إلا الأشياء الحلوة فيها أكيد لأنه هو بلد كتير حلو خاصة الطبيعة والمناظر والشعب كتير لذيذ مثل اللبناني قريب ومضياف مثل اللبناني القديم مثل اللبناني القديم المتواضع المحب الكريم الحنون. بس في عندهم شيء كتير بيخوف. شو هو؟ هو العنف وقلة الأمان. يعني كل تفشخي كل فشختين في بوليس لأنه في تعتير في سرقة كتير بيقتلوا في فقر أكثر ما بتتصور ريما. الناس بتنام على الطريق لأنه بتحكي عن 200 مليون نسمة. مش كله شبعان أكيد لا هذا شيء ما بتلاقيه بلبنان يمكن كمان عن نسبة في بس مش هالقد. ليكي كلمة بركة أنا كتير بحبها تنكون لبنانية عيلة منضل نعيش على البركة. بتلاقي ايد بتمتاز حدا بيجي بيسندك ما في شك بتضل الدنيا بخير بهالبلد بتضل البيت اللبناني يحضنك ولو كنت معدمة. على أمل يا رب أنه أنا دايما بقول الله يرزق كل البلدان العالم يرزق بلدنا لأنه بيستاهل اللبناني. رح نحكي عنه أكتر بعد هيك كمان تخدينا على صورة بيت من لبنان بتحبي وديع الصافي. أنا بحبه كتير لوديع الصافي. يلا رح اسمع مقطع. بيتنا يا حلوتي بالعطف والحب والإيمان بيتنا يا حلوتي مليان مليان بالعطف والحب والإيمان ونشرع أبوابه ووجه أصحابه من غلق مر بوجه جوعان
وجوعان وشو بخبرك عن بيت من لبنان لبنان. وانت اللي بتخبرينا عن بيت من لبنان بتحملي هالبلد وبتسافري. هلا احنا عنا تقريبا مرق كم حلقه بعد عنا كثير لحتى تعرفينا على كبار لبنانيه عملوا حالهم بحالهم بايدهم بايدهم يعني مش انه بي او عمي او ساعدني كله بواسطه ابدا ابدا. هذا الحلو انه بخبرونا كل واحد كيف هاجروا اهله او يعني جدو أو سبب اللي جمع الناس أكثر شيء للغربة شو هو؟ مش الفقر والقلة؟ إيه هلأ ما تنسى إنه اللي سافر بأواخر القرن التاسع عشر كان أكيد من القلة. إلا كانت حروب وكانت حروب وكانت فقر وكان جوع ويعرف إنه في حدا بيقربه بالبرازيل دبروا حاله دبروا تعطي يبقى ياخد شهر تا يوصل من لبنان على البرازيل. مزبوط في كتير لبنانية مرتبين وبيكبروا القلب. اسم الله على اللبنانية. أنت دويتي على كم شخصية؟ أنا على 20 من 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 فيي أقول في كتير أكيد أكيد بس أنا بحب سافر مثل النحلة من محل لمحل وأخذ كم وتفرجينا كم وردة وتسفرينا معك سفرني معك هلا سبوحة. شو حلو السفر وأتعرف وأتعلم وأكتشف الناس. سفر بعلمك تكون جايكي على الأرض ومتواضعة؟ إيه والسفر بخليك تنفتحي على الآخرين تتقبل الآخرين لو ما بيشبهوك. بتصور هذا اللبناني لازم كمان يعرف يتقبل الآخر اللي عايش معه. لأنه أغلبية المتواضعين قليلة تلاقيتي بشخصيات شافت حالة أنا وصلت لنجومية أو لعز أو لمحليات كتار أبدا. هلأ يمكن بسفرتي على أمريكا كان في يمكن بس إنه حق يعني اسمحي لي إلا في البقلون لأنه اللي عملوه بيكون يعني نحن بدنا كتير تنوصل بس بالإجمال قتلي متواضعين 90% منهم متواضعين متواضعين ومتعاطفين وكلهم قلب وبعدهم لهلأ بيبعتوا لي إيميلز بيهنوني قالوا أنا يمكن إني ما أخذ حلو ريما يمكن ما بعرف إذا هيدا الشي خاص فيي أو بكل الإعلاميين أنا ما بتوقف عليه على الانترفيو أبدا. نحن بنبقى أصحاب لو بالإيميل لو على نوال منقول لبعضنا جاي نوال أو هيدي لذة الإعلام هيدا الحلو هيدي لذة أنا عندي أصدقاء بيصيروا أصدقاء هيدا الحلو إنه في ناس ما بتمرق مرق الطريق بحياتك العملية بتطبع وبتحفر وبيبقوا بيقولوا لك عملت علاقات ما عملت صداقة مش كل مع كل العالم رح تعملي حب وصداقة أكيد بس بتعملي علاقات حلوة حلوة تطبع وأنا اختنيت فيهم وأنت بنضيعة يعني بعدك لحد هلأ بحسك كل ما حكيتي كتير بتحرصي إنه آخر اسم يكون عن لبنان عن الضيعة عن الأرض عن الأهل عن الناس اللي تركناهم ورحنا من زمان. بعد عندك هالشفافية ليه؟ إيه عندي تعلق ريما كتير قوي بلبنان وهيدا بتصور بدي أشكر الله يرحمه والدي ريمون بستاني بيك معروف بعين الريحان إيه هو يعني معروف لأنه متواضع يمكن وعميل خير والبابا قدي عايش بأفريقيا كان بلده ووطنه وعين الريحاني شقفة من قلبه وروحه. هو وعد العذراء قبل ما يسافر كان عمره 21 سنة ترك أهله وراح أفريقيا فيعمل حاله بإيده. وعد العذراء أنه يجي يعمل كنيسة يعمر كنيسة ووفي بوعده. هلأ توفى قبل ما ندشنا بس أكيد روحه من فوق كان مبسوط قد الدنيا. بيّم عمر بيت اللي هي نحن وعمر غيري بيوت وعمر بيت لله على الأرض وأنا أكيد أنه يحوم عمرنا رجع بيت ستنا. ويمكن بقوله مترد عليك يا رضا الله ورضا الوالدين بس تنجحي بالحياة بقوله إما مصليت لأهلها راضين عليك. أنا بدي أشكر أهلي على كل شيء. يلا بعد الغنية شو منسمع عالضيعة يلا عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة عالضيعة يما عالضيعة وديني وبلا البيعة ضيعك بوشتو ضيعنا ضيعنا القلب بيروت جنان ضيعك بوشتو ضيعنا ضيعنا القلب بيروت جنان ضيعك
حطات الكلام اللبناني. امك مصليت لي يا رضا الله ورضا امي وبي. كتير شكرتي ببيك وعمل عطى ضيعته وعطى اولاد وعمل عيله حلوه. حلو البنت تتاثر ببي يكون هو الرجل المثال. ما في شك لانه لا سمح بعرف كتير غيري عندهم بيات ما كانوا اذا بدك بمستوى الوالد الحنون العطاء. وهذا شيء مؤسف لانه بيضل مأثر تترك اثر. انا والدي اللي اثر فيي كمان هو حبه للمام وماما حبوا بعضهم وعيدوا 50 سنة زواج وانا واخواتي اللي بتحييهم كمان بتحبوني كتير. احنا عيني عندي خيي الوحيد الكبير فانسان واختي الكبيرة براندا تانيا اللي عايشة بافريقيا بس تجي مرتين بالسنة وهلأ انا برجع لراسها بدي رجع على طول واختي ساندرا الصغيرة محامية. عشنا بعيلة متكاتفة وعيلة بتحب الحب لك الحب والمحبة شغلة أهم شيء بالحياة استمراريتهم. مش الشاطر اللي ببلش اللي بيعمل عيلة بتعملي أول شيء بيبقى حلمك بيت بعدين تجيبي أولاد. البطولة إنك تستمري حبيبي. خيالي أمك وبيك عيد وعيد زواجهم 50 هل الاستمرارية مع بعض هي نجاح الدنيا. لو مثل ما بيقولوا على اللبناني على الخبزة والزيتونة المال ما بيعمل ساعة أبدا ما هني سوا عملوا يعني ماما تجوزت واحد معه فيه واشتغلوا سوا وبنيوا العائلة سوا يعني بعض. وراء كل رجل عظيم امرأة وأنا تحية كتير كبيرة لأمي الله يطول لي عمرها اللي ربطنا على أسس مهمة جدا. أنا ولا ما رجعت على المدرسة ما شفت أمي بالبيت أو ما بحياتي شفتها قاعدة مع نسوان عم بتلتلت. كل حياتها كانت يعني لا هلا احترامي ما عندي إياها بثلاثتها. كانت إذا عندها وقت تحب تقرأ وماما بعدها لليوم تقرأ. بتشبهي أمي بيب بنهار إيه أكيد وإلي الشرف أني أشبه. بتشبهي أمي وبتاخدي منها أخدي منها. قلتي لي كلمة قلتي لي اللي مثل أمي بهالأيام مع تحيتي لكل الأمات الجداد الله يوفقهم شريعتهم مستقبل أفضل. بس ما بقى في مثل أمي لا هالزمن اللي كانت الأم حاضرة أكتر وبتضحي أكتر وبتضحي لجوزة أكتر وأوتوماتيك ما لأولادها أكتر. اليوم بتشوف المرة صار خلقها ضيق واليوم صار عندك ناني وصانعة حضورك قال كله صار بيشيل عنك مع أنه هو شو دور الأم كيف ربونا أهالينا تعي فكرة لا خدم لا مربيات ولا شيء لحالهم وعيلة وكتار وكنا مبسوطين أكتر من هلأ نحن كأولاد نحن أنا جيلنا. طفولتي أكيد أحلى من طفولة ابني. مش لأنه أنا مش حاضر أو لا بس لأنه مأخودين بهالألعاب الإلكترونية ما بقى فيه في تواصل ما بقى فيه تواصل هيدا صار ما بقى فيه عرفتي أنه بدي روح شوفك أنه إذا بعتلك اليوم واتساب يعني هو خلص شو بدك أكثر من هيك سيدو ماج لأنه هيدا عم بيخدنا على تعيش لذة الحضور. برافو عليك حضورك تطلع بعينيك أنا وعم بحكي طلع بيلي إشكيلك همي طلع بيلي خبرك شيء أنت كرفيقتي كجارتي كأمي ما بقى في تواصل طيب هذا الشيء بشع الحياة. ما في شك بشع هذا اللي عم بيخلينا على نوع من هيك بتحسي صار في بؤس عند العالم صار في هيك نوع من حدا بيضحك نوع من انه شو فيها الحياة ما انت بتعمل من حياتك حياة حلوة هي الحياة حلوة بس انت بدك تشتغلي لحتى تكون الحياة 100%. ذكرتيني بكلام لرياض شرارة بيقول اجعل انسانا سعيدا كل يوم حتى ولو كان هذا الانسان انت بالذات. يعني انت بتشتغلي على حالك تتكوني مبسوطة. صحية الله يرحمه كمان رياض شرارة اللي نحن ربينا على الضحكة على هو كان نضيف على الضحكة المضبوطة بدون ما يستعمل اي نوع من الفلغاريتي او يعني بتحسي حتى ايام تلفزيون لبنان عن جد انا بقول انه منيح يعني مبسوطة اني مرق علينا لحقنا شكلك بدك تنتقد اللي عم يمرق على هالتلفزيونات هل هالضحك اللي مش عم تطلع منه عم بيجربوا انه يضحكونا بوسيخة عفوا على التعبير ايه هلا رح اقول لك انا تحية لكل بيجرب يضحك
مش غلط، بس يمكن اليوم صارت الضحك عم بيجربوا يخدوها من ما قلت من محل مش أخلاقيات، بدون أخلاقيات. اليوم اللي أنا يعني بشتغل بالإعلانات كمان بعرف أنه الدعاية اللي بتعلق هي أو الدعاية اللي بتأثر أو الدعاية اللي بتضحك. صح. دونك وأحلى شيء إنها تأثر وتضحك. واليوم لسوء الحظ إذا ضحكونا أكيد مش عم بيأثروا فيها. لا 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 أكيد لا أكيد لا. كارين بستاني هالرمز للصبية اللبنانية الحلوة المسقفة المرتبة اللي عم تعرفنا على كتار من اللبنانية ببلاد الاغتراب، ما خلص وقتنا هلأ رح نتابع معك. بدي أسألك كتير قصص عن ناس قابلتيهم بهالسنين الخبرة حفروا عندك وبتحسي إن صاروا مرجع. الخبرة شغلة بالحياة. بعد موجز أخبار الوحدة إلى ربع، بس بدي أنهي أول قسم بأي غنية. شو طلع عبالي ولمين بدك تهديها؟ للماما. إذا احنا ما قلنا زمان كمان عيدنا عيد الأم. كرمالك يا ماما. كرمالك يا ماما. ماجدة كتير حلوة. بهدية لكل الأمهات كتير حنونة على الغنية.